ذلك في السنجيدة. إذا كنتم تشاهدون القناة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اللايك ليصلك كل جديد. غادي نشوفوا اليوم و الفيديو ده غادي نشوفو بخصوص هذا المسار. ده غادي ندخلو المسار كيفاش غندخلو. أول حاجة غندخلو هو مسار سيفيز. غنبحثو عليه أول حاجة. نورك عليك أول بحث غادي ندخلو عليه هو مسار سيفيز. ملي كندخل مسار سيفيز كنلقاو واحد السميه. أول حاجة كاين مكتوبة في جوجل هو مسار سيفيز. هنا كاين واحد جوج خيارات. ملي غتوقع على هداك مسار سيفيز كتلقاو واحد جوج خيارات. إما غتلقى في سميتو، إما تلقى في فضاء خاص بتمهيد التمهيد أو خاص بفضاء أولياء أمور. غتلقى أولياء أمور كندخلو ليها كنورك عليه داك فضاء خاص بتمهيد التمهيد. كتلقى واحد اسم مستخدم وكتلقى سميتو وكتلقى الرقم. كتلقى الكلمات مرور. ملي كندخل الكلمة مرور كندخل نورك عليها ومن بعد كيلقى واحد السميت تماك راه خدام مصر. ولكن مكاينش الضغط عليها. ما كاين حتى مشكل في ما كاين حتى مشكل في هاد المسار هادي. صافي ملي كنورك عليها كتلقى واحد النقاط وتلقى الغياب وتلقى كلشي صافي. وغادي ندخلو ليها. صافي ملي كتدخل كتلقى فيها مسار، كتلقى فيها الاسم والنقطة ديالك. ويلقى في حصة المقبل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.